مرحبا بيك، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. هو الصراحه تا صوبتها وساليت عاد تفكرت بني نصور لكم، مي غادي نقول لكم المقادير. هذه لي بات، اي بات عندكم بغيتو تستعملوها استعملوها. درتها بالكفته، اللحم مفروم، البصله، وقزبر معدنوس، ثومه، شويه ديال البزار، شويه ديال سكنجبير، شويه ديال الكمون، وهذا وشويه صويا صوص. صافي حتى هذا تقلبوا كلشي حتى كيطيب، كتزيدوا عليها الكريمه ديال الطبخ. فاش تطيب لي بات كديروها في ديك هذه الكريمه، كتخلطوا كلشي وكتحطوا في هذا ديال الفران اللي غادي تدخلوا، اللي عندكم اللي حبيتوا تدخلوه وصافي. وهذا وتديروا من فوق الفرماج وتدخلوها الفران، وها هو الشكل ديالها النهائي. كلشي غزاله، ما نقولش لكم داكشي معلك ولذيذ جدا جدا جدا. ايوا الصحه والراحه. ما تنساوش لايك وشكرا لكم على الدعم ديالكم، كنشكر كل واحد كيدعمني، شكرا بزاف بزاف بزاف.